ما نصحوك لا تروح النزار الفارس اني واسئلتي. قلت لهم عادي يعني حتى لو تكون اسئله تجاريه فطبيعي جدا. تتكلم ضد برنامج المجلس، دعاك خالد جاسم تكون دائما لاعبينا يكونون اثناء البطوله هم عرضه للتصريحات. من اتى يونس محمود للمنتخب وانت اقدم منه بالتجربه وبالعمر اصبح هو كابتن؟ احنا بالعراق دائما ما تكون اشاره الكابتن للاعب الاقدم او الاكبر، لكن هي اشاره الكابتن راحت مو استحقاق بذاك الوقت. شو اسوي بك اليوم؟ ضبضبه ضبضبه زين لا تنكسري. يابا مو كل مدع بالجود. الله 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 لا هذه قوية. الله صدق شذيب. أخوك كان محكوم عليه في الإعدام. كانوا موزعين فانينات بها صورة صدام حسين، أسجل وأرفع صورة